عن عمق العلاقات العراقية السعودية. سيادة اللواء، السلام عليكم. اهلا وسهلا. يا حياك الله، وعليكم السلام سعيدين. ورحمة الله. عليكم السلام الله ورحمة الله يطول وبركاته. عمرك، سعيد بأكثر عمرك. يا مرحبا بك سيادة اللواء، أنا سعيد أن تكون ضيف في برنامج استوديو التاسع، ويا مرحبا بك وكل أشقائنا بالمملكة العربية السعودية. يعني بالفعل أثار الانتباه أنه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية استقبل الرئيس مصطفى الكاظمي ولم يستقبل الرئيس الأمريكي بايدن في المطار. هذه ربما أكد عمق العلاقات بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والعراق. أنت كيف نظرت إلى ذلك؟ تفضل. هذا صحيح، نحن في المملكة العربية السعودية نرى عمق العلاقة بين القيادة السعودية، نعم، وتحديدا بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبين الحكومة العراقية ممثلة في سيادة الرئيس الأستاذ مصطفى الكاظمي. نعم. يعني لا تخطئها العين، كل مواطن سعودي يلمس هذه الحميمية في العلاقات، نعم، ويلمس هذا الاهتمام المشترك المتبادل، وحقيقة هذا يثبت صدورنا جميعا، هذا نعم يعبر عن عمق علاقاتنا، عن حقيقة يعني انتماءنا الحقيقي العربي الإسلامي، عن جيرتنا، عن هدفنا المشترك. وما أشار إليه جنابك مهم جدا، هذا صحيح. نعم. سمو ولي العهد كان في المطار ينتظر وصول الأستاذ مصطفى الكاظمي حتى وصل واستقبله وكذلك ودعه. وهناك لقطات طريفة جدا ولطيفة، ورسائلها تصل إلى كل أحد في هذه المنطقة والعالم، وهو هذا الاستقبال وهذا السلام المتبادل وهذه التحية الشخصية الحارة ما بين سمو ولي العهد والأستاذ مصطفى الكاظمي. والله يا أستاذ أنور، هذا حقيقة فجر جديد في العلاقات السعودية العراقية، وأمل بعون الله سبحانه وتعالى لتطور علاقاتنا وأيضا لتوحيد الهدف ضد هذا الإرهاب الذي يضرب المنطقة. نعم، لكن لربما يعني يا رجل يا سيادة اللواء، يعني هذا راح يخلي القادة الإيرانيين راح اليوم يشربون ليمون من وراء الضغط اللي ارتفع بهذه اللقطات. هذا صحيح، وهذا أيضا ما نقوله هنا. نقول بأن هذه العلاقات المتنامية بين المملكة العربية السعودية والعراق الجار العربي الشقيق هي حقيقة يعني بقدر ما هي مسعدة ومفرحة لنا، بنفس القدر هي يعني حقيقة محرقة لقلوب الأعداء، سواء كانوا في طهران أم كانت الميليشيات في المنطقة العربية مع الأسف، أم كان لأعداء كثر قد يكونوا في الغرب وقد تكون إسرائيل وغيرها. هذه العلاقات الثنائية وهذه حقيقة، هذه الأريحية في العلاقات بين القيادتين السعودية والعراقية هي ليست فقط للمجاملة وليست فقط للتصوير، هناك خلفها أستاذ أنور، هناك خلفها حقيقة تعاون حقيقي، هناك تشاور حقيقي وتواصل على مدار الساعة. هذه الحميمية وهذه الحرارة اللقاء ليست لن تأتي من فراغ، ولا تعني يعني فقط أن هنا علاقات بروتوكولية، هي تعني تعاون استراتيجي بين الحكومة السعودية والحكومة العراقية، تعني وجود منظور وأفق في التعاون السعودي العراقي للمستقبل إن شاء الله. سيادة اللواء الطيار المتقاعد والشخصية العربية المعروفة والخبير الاستراتيجي الأخ عبد الله غانم القحطاني، شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نشوفك قريبا في بغداد، وإحنا نروح لكم نشوفكم بأبها، نجيكم الأبها بعون الله إن شاء الله. محبتي واحترامي لأهلنا في المملكة، شكرا جزيلا.